مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد الساعة 7. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا عشان هيكون معانا فيها اتنين كتاب كبار ومميزين حاصلين على جوائز عربية مهمة. هيكون معانا من خلال أبليكيشن زوم الكاتب الأستاذ عمرو حسين الفائز مؤخرا بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية لعام 2023 عن روايته الديناصور رسالة حب من زمن آخر. كمان هينورنا في الاستوديو الكاتبة الأستاذة رشا عدلي اللي فازت بجائزة كتارة للرواية العربية لعام 2023 عن روايتها أنت تشرق أنت تضيء اللي هنروح معاها لسحر الفيوم وأثرها، وهنرجع كمان معاها للقرن الأول بعد الميلاد. هنعرف منها إيه اللي حصل بين المصريين والرومان وإزاي الشعب المصري ثار ضد ظلم الرومانيين. ألف مبروك للكاتب عمرو حسين والكاتبة رشا عدلي، وما فيش شك طبعا أن الجائزة الأدبية ليها مكانتها عند كل كاتب اللي بيخلص لألمه بشكل كبير جدا وبيكون همه الأول أنه يقدم دايما أفكار وموضوعات جديدة ومختلفة لقراءه اللي دايما بيستنوا أعماله. بس قبل ما نستقبل ضيوفنا معانا دلوقتي تقرير صورته كاميرا يحكى أن في دار، وده أول دار مصرية تكون متخصصة في الكتابة النسائية ورفع الوعي النسائي وبتقدم أنشطة ثقافية عديدة خاصة بالمرأة. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية. ليه ما يكونش في مصر دار نشر نسوية وتبقى حاجة متخصصة؟ يعني ما تبقاش دار نشر سوبر ماركت، يعني ما تبقاش إنه مكان بيطلع كتب، لا، تبقى في هدف مختلف، في حلم مختلف عن بس إنك أنت تبقى دار نشر. إحنا منحازين للنظرية المعرفية النسوية وللإحساس والإدراك والممارسة النسوية، فالكتب اللي إحنا بنطبعها معظمها هي كتب نسوية. يمكن لما تأسسنا في 2017 ما كناش قادرين نعمل المعادلة دي، كان الكتاب الجيد كنا بنطبعه يعني، لكن دلوقتي احنا بنقول مش لا يكفي ان يكون كتاب جيد. 80% من الكتب اللي بنصدرها دلوقتي هي كتب نسوية في المعرفة، في النظرية المعرفية النسوية. يعني مش شرط ان يكون كل الكتاب اللي عندنا نساء، لان النسوية هي تخص الرجال والنساء، لان هي رؤية للعالم اكتر منها انها خاصة بجنس محدد، لا، هي رؤية للعالم ورؤية للحياة كمان. هي جزء اساسي من فكرتنا عن ازاي تكون دار نشر مختلفة، يعني انها تكون مساحة امنة للنساء، مساحة امنة للجميع مش للنساء بس، وتلعب دور ثقافي. هو المميز في الدار ان هي بتتكلم عن قضايا ذاتية، يعني بتقرب للسيدات يتكلموا عن نفسهم، يتكلموا عن مشاعرهم ومشاكلهم بشكل ذاتي وحقيقي، مش مجرد نظريات او كلام يعني عام، فبيقرب للمشكله نفسها وبيقرب للسيدات ان هم يتكلموا يعبروا عن نفسهم سواء كاتبات او ناس عاديه. بيبتدوا حتى اللي مش كاتب بيشترك في الورش خاصه بالدار فيبتدي يتعلم الكتابه، يتعلم الصحافه، يتعلم الرسم. وانا شاركت في عدد من الورش، اخرها كان ورشه سوبر هيرو، وتعلمنا ازاي ان احنا نرسم ونكتب ونألف القصة بتاعتنا ونعملها بنفسنا. النسوية دي كلمة حتى بنقول ان هي خاصة بالستات، لكن دي مش حاجة حقيقية، النسوية دي بتخص كل الناس، فهي مختصة بالموضوع ده. فده بيخلي فيه دايما ان انا حاسس ان انا في مكان فيه تصورات قريبه من تصوراتي ومن افكاري، فبالتالي ببقى حابب اجي واتعاون طول الوقت معاهم. في ندوات كتير قوي بتتعمل في الدار بتبقى مهمه جدا فبحب احضرها. ممكن نقول انه مركز ثقافي نسوي بالاضافه لدار نشر يعني، بنكسب الستات وعي او بنشتغل مع الستات. احنا مش بنشتغل على الستات، احنا بنشتغل مع الستات علشان نبتدي نغير مع بعض ونشوف مفاهيم مختلفة زي مفاهيم خاصة بالأمومة مثلا، ونبتدي نتناقش حوالين أشكال من العنف غير المرئية زي الإيموشنال أبيوز أو الإساءة العاطفية على سبيل المثال.
كمان بندي مساحة للستات إن هي تقدر تعبر عن نفسها وتعبر عن آرائها. مسألة مش ستات ورجالة، المسألة نظرية وتوجه وإيمان. النساء بالتأكيد هم الأكثر تعبيراً عن تجربتهم الخاصة، ولكن النسوية بتشوف إن هي ممكن ستات ورجالة لما يبقوا نسويين يقدروا يعبروا عن ده، بس ستيل يعني إنه الستات هي الأقدر على التعبير عن قضاياها. بس ده ما يمنعش أبداً ممكن يبقى في رجالة نسويين أو رجالة متبنيين النظريات النسوية أو النظرية النسوية. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا معاكم في عالم الثقافة. وزي ما قلت في المقدمة إن كتاب كتير جدا بيحلموا بالجوائز الأدبية، قد إيه الكاتب بيحس بإنه عمله مميز، وقد إيه بيحس إنه بيتقدر، وقد إيه لما بيفوز بجائزة ويا سلام لو كانت جائزة مهمة في عالم الأدب، ده أكيد بيضيف له وبيضيف لحياته الأدبية. دلوقتي معانا من خلال زوم الكاتب والروائي الأستاذ عمرو حسين الحاصل على جائزة غسان كنفاني لرواية العربية هذا العام عن روايته الديناصور اللي هنعرف منه أكتر تفاصيل عنها. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك وألف ألف مبروك على الجائزة. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مشتاقة جدا أعرف إيه حكاية الديناصور وإيه الموضوع اللي خلى حضرتك تكتب عن عنوان رواية اسمها الديناصور. اسم الديناصور ظهر في الآخر، يعني ما كانش هو الاسم اللي أنا كنت بكتبه من الأول يعني. لكن هي باختصار الموضوع كله بيدور حوالين العلاقة بين الأجيال وبعضها. رجل سبعيني، يعني رجل كبير في السن في السبعينات من عمره، عايش بشكل كلاسيكي جدا، بيكتب بالورقة والقلم، بيمشي مش بيسوق حتى العربية. يعني طبعا الموسيقى اللي بيسمعها هي موسيقى الزمن بتاعه، أم كلثوم وهكذا. ده يحصل ايه لو الراجل ده يتقابل مع بنت عندها 18 سنة من الانفلونسرز اللي موجودين دلوقتي على السوشيال ميديا، اللي هي اصلا عمرها ما شافت حد بالشكل ده قبل كده. هي بالنسبة لها هو بيمثل زمن هي ما عاشتوش، وهو بالنسبة لها برضو بيمثل زمن، هي بتمثل زمن هو برضو ما عاشوش. فهي العلاقة الإنسانية اللي ما بينهم هي اللي طلعت الرواية دي بالشكل ده يعني. أوكي. نعرف من حضرتك أكتر عن الرواية. يمكن الرواية دي صدرت في 2021 وفازت بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية السنة دي. كلمني عن شعورك بالفوز، كلمني عن فكرة إن الرواية تفوز بجائزة بعد صدورها بحوالي 3 سنين يعني. لا، هو طبعا هو شعور بالنسبة لي لحظة مهمة جدا. طبعا لمجرد فوزي بأي جائزة طبعا بتكون حاجة ليها أهمية كبيرة في مسيرتي وفي تاريخي وكل الكلام ده، ولكن برضو هي دي تعتبر أول جائزة لي. هي حتى مش أول جائزة، هي طبعا لما تم اختيار الرواية للقائمة الطويلة، هي أنا أول مرة يتم اختيار رواية ليا في القائمة الطويلة لأي جائزة مهمة يعني. وبعدها تم اختيارها في القائمة القصيرة، ودي كانت أول تجربة، والحمد لله ربنا وفقني يعني. الحمد لله برضو فيها توفيق إن أنا أول مرة يتم ترشيح رواية ليا لجائزة مهمة وتفوز بالجائزة يعني. فالحمد لله طبعا. الحمد لله. وألف ألف مبروك. وحضرتك أصلا مهندس اتصالات في البداية، يعني حضرتك أصلا مهندس اتصالات، ازاي قررت انك تتوجه للكتابه؟ بالظبط، هو انا بكتب من زمان، انا بكتب من ايام المدرسه، حتى كنت بشارك في كتابه مجلات من وانا طالب في ابتدائي واعدادي في المدرسه طبعا. وبعدين وانا في الجامعه اشتغلت بالفعل ان انا كتبت مقالات في مجلات منشوره وموجوده يعني، وحتى كان شغل باجر كمان يعني، مش مجرد هوايه كنت بعملها جنب الدراسه، لا كنت بشتغل بكتب في مجلات. ويمكن بعدت فتره عن الكتابه بعد التخرج وبدايه شغلي يعني والكلام ده، ولكن بعدها بسبع ثمان سنين ابتدى الحنين ياخدني تاني اني ارجع اكتب تاني. وبدات عن طريق كتابه المقالات، ومن كتابه المقالات قررت ان انا اتجه للكتابه الروائيه يعني. طبعا بيعزز ده ان انا عمري ما انقطعت عن القراءه بشكل عام يعني، انا طول عمري من وانا صغير لحد النهارده بقرا كتير قوي، بقرا روايات، بقرا كتب، بقرا في كل المجالات، فالقراءه ما بتنقطعش طبعا يعني. جميل. قسمت الرواية لأكتر من فصل، فصول كتير، كل فصل باسم شخصية. احكي لنا شوية عن قسمتها ازاي وطريقة التقسيم. طبعا هي
دايما الروائي بيبدا بالفكره في دماغه، بيكون قدامه فكره وبعدين بيبدا يطور الشخصيات، يبدا يتكلم عن الشخصيات ويحكي عن الشخصيات ويكتب الشخصيات، ومن بعد بدايه الشخصيات والحبكه لما تكون مجرد فكره في دماغي ببدا اقرر ايه انسب بناء للروايه دي. يعني هل انا هحكيها من طرف راوي عليم، شخص بيحكي لنا الحدوته كلها من الالف للاخر من الاول للاخر، او ممكن طرف من القصه، يعني في شخصيه، ممكن شخصيه من الروايه على لسانها احكي الروايه كلها. في الحاله بتاعتي هنا في الديناصور تحديدا، لا انا حسيت ان ما ينفعش صوت واحد بس، ما ينفعش صوت الجد مثلا او الراجل الكبير في السن هو اللي يحكي روايه. انا كنت عايز اطلع التناقض ده، يعني كنت عايز اعمل فصول بصوت راجل كبير سبعيني في السن وفصول تانية بصوت بنت عندها 18 سنة، والقارئ يحس بالفرق من طريقة الكتابة، من طريقة الكلام، من طريقة التفكير. وده بيحط تحدي على الرواية، والحمد لله يعني فوز الجائزة بالرواية أثبت إن الحمد لله الكتابة كانت على المستوى، يعني طبعا اكيد حضرتك اخترت انه الروايه تدور احداثها كلها في مكان واحد وهو المعادي، اشمعنى اخترت المعادي بالذات؟ هو انا من المعادي، انا اصلا من اوكي المعادي ومتربي في المعادي، وكان دايما عندي حاله غيره كده لما الاقي روايات بتحتفي باماكن كتير، سواء نجيب محفوظ واحتفائه بالحاره المصريه، وكتباء كتاب معاصرين كتير احتفوا مثلا بمناطق زي الزمالك او مصر الجديده في رواياتهم وافلام. فانا كان نفسي اعمل حاجه زي كده للمعادي، انا ده كان شعور شخصي يعني. وحتى الشخصيه الرئيسيه اللي في الروايه انا استوحيتها من والدي ومن جدي، ووالدي كان برضو عايش في المعادي، وفي كتير من الملامح اللي موجوده في الشخصيه الرئيسيه اللي في الروايه. فانا كنت حاسس ان انا بكتب حاجه شخصيه جدا، يعني بكتبها من قلبي، انا فعلا بفتكر والدي، بفتكر جدي، بفتكر المعادي، بفتكر طفولتي انا نفسي في المعادي نفسها، ايوه والتغيرات اللي حصلت من المعادي من الثمانينات ذات، انا شفتها في الثمانينات طبعا لحد النهارده. فحبيت اكتب اوضح، يعني اعرض ده للناس في روايه يعني. جميل، الرواية مصنفة رواية أصوات، أولا عايزين نعرف المشاهد يعني إيه رواية أصوات؟ رواية أصوات يعني في عدة شخصيات في الرواية هم اللي بيحكوا لنا الرواية، أوكي يعني ممكن الفصل الأولاني بيكون بصوت راجل كبير مثلا في السن، الفصل الثاني بيكون بصوت بنت، الفصل الثالث بيكون بصوت شخصية ثالثة في الرواية. إحنا عندنا في الرواية دي 3 شخصيات الرواية كلها بصوتهم يعني، أيوه فعشان كده هي رواية أصوات يعني ايوه تصنف رواية أصوات. وليه ليه اخترت تكتبها بالطريقة دي، او ليه اخترت تعرضها على القارئ بالطريقة دي؟ لان زي ما انا قلت لحضرتك، انا كنت عايز اعرض وجهات نظر يعني متناقضه. يعني مثلا لو فرضنا ان راجل كبير في السن عنده 70 سنه قابل بنت عندها 18 سنه في موقف ما، يعني هو لما يحكي الموقف ده من وجهه نظره هتلاقيه مختلف تماما عن نفس الموقف لما تحكيه البنت اللي عندها 18 سنه. فلو تخيلنا ان الحدوته كلها بتحكي من وجهتين النظر دول، وغالبا القارئ اللي بيقرا الروايه دي هتلاقيه سنه في النص، يعني هو لا هو 17 18 ولا هو 70، ممكن يكون في سن في النص، هيلاقي نفسه محتار. هو هيشوف في البنت الصغيره دي مثلا اخته او بنته، او يشوف شباب وهو صغير شويه، ويشوف في الولد الكبير ده والده او جده، ويبدا يشوف ازاي الاجيال دي بتفكر بطريقه مختلفه، ولكن ازاي يقدروا يستفيدوا من بعض، ازاي يتعاملوا مع بعض، ازاي كل واحد بيواجه مشاكل مختلفه حتى من في العصر اللي احنا عايشينه ده. جميل، انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله بقى لما ترجع من دبي بالسلامه تكون معانا منورنا في الاستوديو باذن الله. طبعا ان شاء يشرفني الله جدا ان شاء جدا الله. يعني ميرسي ان شاء جدا، الله ان بشكر شاء الله. الكاتب استاذ عمرو حسين الحاصل على جائزه غسان كنفاني للروايه العربيه، نورتنا، وطبعا الف الف مبروك مره تانية. ودلوقتي خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني وشرفتوا مكتبتي. في الحقيقه المكتبه مهمه في كل بيت، لكن المكتبه بالنسبه للكاتب هي حياته يعني، والكاتب محظوظ طبعا لانه شغله هو هوايته، فهي مساله ولع، مساله عشق يعني، ومساله عشره عمر يعني. المكتبه محدش بيقرر تكون مكتبته بهذا الحجم او بذاك الحجم، انما بتبنى يوم بيوم
فهي رحلة حياة المكتبة، رحلة حياة المكتبة هي جزء من رحلة حياة الكاتب نفسه. من الطفولة الحقيقة بحب القراءة، ويعني كانت قراءات عشوائية يعني فيها يعني قرأت في الطفولة كتب كبار وكتب صغار. أعتقد ابتداء من الثانوية العامة يمكن بدأت فكرة المكتبة، إنه الكتاب ما يكونش شيء عابر في حياتي، إن الكتاب اللي هيقرأ سيتم الاحتفاظ به. وتقريبا في بدايات شغلي في بدايات الجامعة لما بدأت أشتغل في الصحافة من سنة أولى، فبدأ تقريبا مراكمة الكتب بشكل حقيقي من بداية الجامعة. كل أنواع المعرفة يعني من التاريخ من الفرعوني لحد تاريخ مصر الحديث، تاريخ مصر، النصوص من أيام الفراعنة لحد أحدث رواية صدرت في مصر النهاردة. الكاتب يعني بصفة كاتب روائي أقل حاجة بقراها الرواية. يعني محتاج أقرأ معارف كتير جدا، القراية في التاريخ، في الفلسفة، في علم النفس وهكذا. ولذلك يعني لا تخلو مكتبتي من أي فرع، بما في ذلك كتالوجات الفن التشكيلي للفنانين اللي ما أقدرش أروح معارضهم، لأنه جوهر الفن هو واحد، يعني في تراسل بين الفنون. التناغم اللي موجود في الكون هو نفس التناغم اللي موجود في كتابة رواية، هو التناغم في كتاب بحثي، هو التناغم في لوحة أو فيلم. فأنا لما أقرأ فن تشكيلي أو أشاهد فن تشكيلي أو أشاهد سينما، ده جزء من معارفي بيغنيها جنبا إلى جنب مع الكتاب. المعرفة بالساحة الأدبية حواليا بضعة كتاب معدودين من الكلاسيكيين، مبدئيا ألف ليلة وليلة، دوستويفسكي، مارسيل بروست، نجيب محفوظ. يعني تقريبا دي الأعمال اللي بعيدها بانتظام على فترات زمنية متباعدة إلى حد ما. هذه النصوص فيها طبقات من المعنى لا يستطيع الواحد دائما أنه يحصل على كل ما فيها من قراية واحدة أو في سن محدد. يعني قراية النجيب محفوظ وأنا دون العشرين اختلفت عن قرايتي بعد الثلاثين، اختلفت عن قرايتي بين الخمسين والستين. تقريبا أنا عايش معاه بقالي 10 سنين، وكل يوم بكتشف قد إيه هو عظيم. القراءة عمل حياة، إحنا عمرنا محدود أساسا، القراءة بتضاعف أعمارنا. يعني أنا ما بقعد أقرأ شعر فرعوني، أنا كأني عشت مع الشاعر، أو أقرأ للحكيم فرعوني، أو أقرأ قصة الأخوين، أو قصة الفلاح الفصيح، أنا بحس أني عشت هناك. فالموضوع يعني قد كده لصيق جدا، لأنه جزء من تكوين روحنا وتكوين عقلنا. ففي النهاية مش ممكن نحد فوائد القراءة. أي وقت متاح هو وقت جيد للقراءة أو للكتابة. لكن كمان في نوعية من الكتب لنوعية من الوقت، يعني مش كل الكتب ممكن تقريها في نفس الوقت ولا في نفس المكان. يعني كتب رحلة القطر أو رحلة الأتوبيس ليها كتاب ليه مستوى محدد، فيه قراءة معتدل بالورق والقلم، في قراءة ممكن فعلا الواحد يشرب معها قهوة أو يسمع موسيقى، في قراءة يعني ما أقدرش أركز فيها مع أي مؤثر آخر غير الكتاب اللي في إيدي. يعني نوعية الكتاب والوقت وكده بيحددوا بالضبط طقوس القراءة. فالقراءة بالنسبة لي حالة سعيدة جدا، أسعد من حالة الكتابة، ولذلك وقت القراءة ممتد جدا. يعني
يعني أيام ما بكون بكتب كتير أكتب 3 ساعات في اليوم، إنما القراءة ممكن تتجاوز 7 ساعات. وبعد التقاعد من العمل تقريبا إذا ما فيش أي التزام ضروري تجاه الأسرة أو شيء يعني واجب، فبيكون الواجب الدائم هو القراءة. ولما بزهق من نمط معين من الكتب بنقل على نمط تاني، فيديني روح تانية لأني أواصل ساعات أطول. ورجعنا لكم مره تانية ومنورانا، ومعانا دلوقتي الكاتبه الاستاذه رشا عدلي اللي فازت مؤخرا بجائزه كاتارا للروايه العربيه عن روايتها انت تشرق انت تضيء، واللي هنتكلم معاها النهارده عن الجائزه وعن الروايه. والحقيقه انه الاسم كمان فيه لفته لطيفه جدا ويعني ملفت للانتباه. مساء الخير. مساء اهلا بحضرتك. أهلاً اولا مبروك على الجائزه. ميرسي، الله يبارك فيكي. واحب اعرف منك اهميه الجوائز بالنسبه للكتاب، يعني قد ايه الجائزه بتمثل لك او بتمثل لك ايه؟ مش قد ايه الجائزه بتمثل لك، هي بتمثل لك ايه الجائزه بشكل عام؟ الجائزه بالنسبه للكاتب هي دعم وتقدير. ده حاجه يعني معروفه. انما الجائزه الحقيقيه بقى بالنسبه للكاتب هو النجاح اللي بيحققه العمل بتاعه الجماهيري من جمهور القراء. لان انا دايما بقول هو ايه الفكره ان انا اخد جائزه بس العمل ما حققش نجاح او ما فيش اقبال قرائي عليه. وفي اعمال بتاخد جوائز بس مش بتحقق ده. فالحمد لله الروايه بتاعتي محققه الاثنين، في نجاح في القراءه، يعني في نجاح وجائزه في اقبال قرائي عليها. بشكل عام حضرتك كنتي متوقعه الجائزه دي؟ ممكن اقول لك لا، محدش ممكن يتوقع جايزه لاني دي بتبقى يعني فيها اعتبارات كتير قوي. بس لما وصلت للقائمه القصيره لا، كان عندي توقع وتوقع كبير. المعادله اللي عملتيها في الروايه اللي من وجهه نظر حضرتك تسببت في ان الروايه دي اخذت جايزه كانت ايه؟ يعني ايه الخلطه ككاتبه؟ ما كل بني ادم في شغلته بيبقى عنده بصمه اكيد. ايه الخلطه او ايه المعادله اللي حضرتك وفرتيها في الروايه فبالتالي حققت النجاح ده؟ شوفي، احنا دلوقتي في اعتقادي في عصر الروايه المعلوماتيه، احنا في عصر الانترنت والتكنولوجي، واصبح القارئ الذائقة القرائية اتغيرت عن الأول. القارئ بقى يحب المعلومات، بيحب أكتر إن هو لما يمسك كتاب يقراه يستفاد منه. هي احنا عارفين إن الأدب يعني هو الهدف منه المتعة في المقام الأول. أوكي. بس برضو بجانب المتعة الدنيا اتغيرت عن الأول، الإيقاع اختلف، كل حاجة اختلف بالضبط، لأنك انت عن طريق الإنترنت بتبحثي بتقري أكتر، بيبقى فيه معلومات أكتر. فانا الروايه بتاعتي فيها كم وافر من المعلومات. وبعدين عن كمان حاجه مهمه قوي، حقبه زمنيه مهمه قوي في تاريخ مصر طبعا، وهنتكلم عن ده بالتفصيل بالظبط. فهي فيها يعني فيها حاجات مغريه للقارئ وبتستهدف النجاح يعني، او ممكن نقول ان هي ممكن الروايات اللي بتحظى الجوائز وبتحوز عليها الايام دي بتكون فيها معلومات، فيها تاريخ، فيها فن، فيها حاجة مختلفة مش اعتيادية. مش اعتيادية بالضبط. ودي كانت المعادلة أو دي كانت الخلطة اللي كنت عاملاها في الرواية. مظبوط. جميل. طيب خلينا نتكلم شوية عن الاسم. الاسم كمان ملفت قوي، أنت تشرق أنت تضيء. بالضبط. اسم فيه تفاؤل، اسم فيه حاجة بتفرح، كلميني شوية عن الاسم واختيارك للاسم ومدى علاقته بالمحتوى اللي حضرتك قدمتي. العنوان بيبقى مهم جدا أكيد. ومش العنوان، مش مهم أن يكون العنوان بيبان بيقولك الكتاب بيبان من عنوانه طبعا. أنا بالنسبة لي مش مهم قوي الكتاب يبان من عنوانه، بقدر أن العنوان ممكن يكون مجاز عن الكتاب نفسه. تعبير. يعني ما بتهتميش قوي ان يكون العنوان بيحكي عن القصه اللي جوه. لا، بس مهم ان هو يلفت الانتباه. بالظبط بالظبط. انت تشرق انت تضيء هي ترنيمه او صلاه الاله رع. وصلاه الاله رع عند القدماء المصريين هو اله الشمس. فطبعا ده في ارتباط كبير، لو هنقول ان كان في، طبعا انا بتكلم عن مصر القديمه، قدماء المصريين، التاريخ الحبكة الرومانية. فكان فيها طبعا معابد، كان فيها صلوات بتقام، كان فيها حاجات كتير. فكانت أنت تشرق أنت تضيء هي
هي الترنيمة اللي هي قادت بطلة الرواية في الزمن القديم والحديث كمان. شروق الشمس، الضياء، النور جديد، حياة جديدة مختلفة عن قبل كده. فلقيت ان ترنيمة للهرع أنت تشرق أنت تضيء هي حاجة مناسبة جدا جدا لموضوع الرواية. لا اسم كله تفاؤل حقيقة، واسم يعني ملفت جدا. صحيح. زي ما قلت في البداية. طيب حضرتك أصلا بحيثة في تاريخ الفن. مزبوط. ده في البداية خالص. وأكيد ده فادك في أنك بتكتبي حاجة عن التاريخ. احنا لسه ما اتكلمناش عن اللي جوه الرواية، احنا بنتكلم عن الفيوم في عصور مختلفة أو في عصرين، والعصرين في فرق كبير جدا ما بينهم. فادك في إيه عملك كباحثة في تاريخ الفن، في كتابتك، في المصادر اللي رجعت لها، في كل المعلومات اللي سقطيها بطريقة درامية لطيفة في الرواية بتاعت حضرتك؟ أنا روايتي أو في العموم رواياتي دايما بيبقى فيها تاريخ فن، دايما بيبقى فيها لوحة، بيبقى فيها فن تشكيلي بيلهمني أكتر، وبتخذ منه طرق وأفكار جديدة للإبداع. في الروايات المتعددة كانت كلها كده، وكانت الرواية بتاعت أنت تشرق أنت تضيء بقى عن وجوه الفيوم. وجوه الفيوم أو مومياوات الفيوم هي أول رسم ذاتي في تاريخ البشرية بمقاييس الحديثة، يعني اللي هنقدر نقول عليه ده بروتري زي اللي بيترسمه دلوقتي للوجه. فطبعا ده جذبني قوي، كنت قريت عنها وبحثت عنها وكنت متابعة كل التفاصيل اللي بتكتب عنها أول بأول، ولقيت ان الموضوع مش بس انا كنت كاتبة في البداية مقال عنها، وبعدين كتبت قلت لا هي محتاجة اكتر من مقال، محتاجة بحث. وبعد البحث قلت لا هي محتاجة اكتر من بحث، هي محتاجة رواية واكتر كمان من رواية. اوكي. ده حقيقي فعلا. حضرتك كمان عندك حبكة درامية لطيفة جدا، ويمكن عجبت جدا القراء. ويمكن دي كانت من ضمن الاسباب اللي خلت الرواية ان هي تفوز بجائزة، وهي المزج ما بين الماضي والحاضر بكل سلاسة. حضرتك مزجتي ما بين عصرين بعيد عن بعض جدا، يعني فرق ما بينهم كبير. ازاي قدرتي انك تعملي النوع ده من المزج ده بالسلاسة دي؟ التقنية دي أنا بحبها قوي، اللي هو أنك بتكتبي في زمانين. أنا بيقولوا أن أنا بكتب في التاريخ بالرغم أن رواياتي بتجمع ما بين الحاضر والماضي، معظم أعمالي كده. الكتابة في الحاضر بتمنحني مرونة. الكتابة التاريخية بتبقى شوية كتابة جافة، لأنك أنت مقيدة بموضوعات معينة، بحقائق معينة، مفيش تزييف يعني. لو في بيبقى في حدود. فبهرب من كده ان انا اكتب في الحاضر. لان الحاضر بقى بتبدعي بيه زي ما انت عايزه، في مساحه بقى للخيال اكتر. بالظبط. بتقدري تعبري بقى عن نفسك، بتعبري عن مجتمعك. انا ما اقدرش ان انا ابقى لصقت حاجه بس في الماضي، ما اقدرش اعبر عن قضايا المجتمع يعني. انا ككاتبه وعايشه في هذا العصر، فأكيد لازم دور الكاتب أنه يعبر عن قضايا مجتمعه. فمش معقول لو هكتب في التاريخ بس رواية تاريخية بس عن حبكة زمنية معينة، فأكيد مش هقدر أعبر عن أنا عايشة دلوقتي. أكيد ما عندكيش المساحة. بالزبط. اللي تقدري تعبري بيها براحتك، أو الخيال اللي تقدري تحطيه أو تضيفيه على الحقيقة. وده عنصر جذب آخر للقارئ يعني. هو بيجذب القارئ أنه هو بيبقى ايه ما بين زمان ودلوقتي، وبيبقى دايما في يعني انا بعمل اسقاط كمان من اللي احنا بنعيشه دلوقتي على الماضي. فبيبقى القارئ بيقرا وبيقول يعني مثلا في روايه انت تشرق انت تضيء، هي كانت بتبحث عن وجوه الفيوم، بتبحث عن قصصهم، عن طرق رسمهم، عن اللي قدر رسمهم، عن حاجات كتير. فبننتقل بعد كده للحقبة التاريخية، وبنلاقي الأبطال نفسهم اللي هم الأشخاص بتوع وجوه الفيوم اللي هي بتبحث عنهم متجسدين قدامنا، بيعبروا بيتكلموا. فالانتقال ده يعني حضرتك واضح انك بتجدي متعه كمان في الانتقال. مزبوط. ما بين الفترات التاريخيه المختلفه. مزبوط. طيب خلينا نتكلم عن المراه المصريه، وحضرتك اشرتي للمراه المصريه وقوه المراه المصريه من خلال المراه المصريه الاغريقيه اللي تزوجت من الامبراطور. كلميني شويه عن الكلام عن المراه المصريه وعن قوه المراه المصريه. هي المراه المصريه يعني هي متأغرقة يعني نصفها مصري ونصفها إغريقي. دي اسمها سيرينا. 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 سيرينا قامت
زي ما بطلة العمل في الحاضر اللي هي رانيم قومت برضو المرأة عندي دايما في أعمالي كلها بشكل عام بتقاوم وبتكافح. هي المرأة بتقاوم كل الوقت. بالضبط. وبيبقى ليها هدف دايما عايزة توصل. ده طبعا يعني أنا بمثل ده في المرأة. يعني المرأة حتى مهما كانت بتبين إن هي ضعيفة مغلوبة على أمرها، لا حول لها ولا قوة، بس بيبقى في نقاط قوة في شخصيتها. أكيد. زي مثلا في الرواية من أحد شخصيات الرواية المهمة برضو اللي هي أم رانيم، هي بتبدو إن هي سيدة مغلوبة على أمرها، ضعيفة، ما قدرتش تواجه المجتمع أو الحياة. إنما في الباطن أو اللي بيقرأ الشخصية قوي وبيفهمها بيعرف ان بالعكس هي يمكن تكون من اقوى شخصيات الروايه. المصريين في كل عصورهم مرتبطين جدا بارضهم. وفي كل فتره الحقيقه كان دايما للمصريين انجاز كبير جدا، وده بينضم لحكاياتنا ولتاريخنا العريق. اتكلمتي ازاي عن ارتباط المصري بارضه، واتكلمتي عن ارتباط المصريين بوطنهم بشكل كبير جدا من خلال روايه حضرتك. أنا بعبر عن الشخصية المصرية بكل ما فيها، بكل همومها وبكل ما بتحمله من دوافع. فأنا طبعا في قراءتي في التاريخ، لأن هو تاريخ الفن، أنا درست تاريخ الفن، بس هو بيقودك بشكل أو آخر القراءة في التاريخ، لأن هو أساسه. فعرفت من كتر ما قريت كتير عن الثورات وعن الحاجات اللي تعرض لها الشعب المصري، وإزاي إن دايما كان في دافع المقاومة. يعني هو بيقاوم باستمرار، بيقاوم كل حاجة. فأنا في كل رواياتي يعني بكتب عن الموضوع ده. يعني في رواية شغف أنا كتبت عن الثورتين، ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية. في الرواية دي أنا اتكلمت عن ثورة بقى اللي هي كانت ما قبل التاريخ، ثورة كابول، اللي هو اللي قام بيها المصريين ضد الاحتلال الروماني. فكان برضو، فلما جيت كنت بقرأ عن هذه الحقبة الزمنية، زي ثورة القاهرة الأولى، زي ثورة القاهرة الثانية ضد الاحتلال الفرنسي. فلا، الشخصية المصرية ما تتغيرتش على مر السنين، دايما بتقاوم ضد الظلم وبتحاول إن هي تعيش في حياة أفضل. جميل. نتكلم شوية عن الجانب العاطفي في حياة رنيم. وحضرتك كمان اتكلمتي عن الجزء ده باستفاضة، نتكلم عن رنيم والجزء العاطفي في حياتها. هي رنيم تعرضت طبعا ان هي منذ الصغر لمشاكل كتير قوي عائليه، لان باباها كان اضطهد، وبعدين هي ما حستش تجاهه وهي طفله ان هو بيمنحها امان او ثقه، لان هو كان شخصيه مهزوزه لما تعرض ليه. فابتدت ان هي تبحث عن الحب من خلال هذه الأحاسيس اللي هي فقدتها وباباها ما قدرش يمنحها لها. فهي دخلت في علاقة حب غير متكافئة، وكان اللي بيعزز ان هي الرواية دي متكافئة جواها، ان العلاقة دي متكافئة، ان هو هذا الرجل ما تبحث عنه. انما لما قدرت تكون شخصيتها، قدرت تستقل بنفسها وتبقى شخصية واثقة من نفسها وتحقق لنفسها الطموح والأمان والنجاح، فهي خلاص اكتفت بده. فما بقتش في حاجة لهذه الشخصية اللي هي كانت موجودة، هذه العلاقة الغير متكافئة، فخرجت منها. أوكي. طيب، عايزة أتكلم مع حضرتك شوية عن فكرة الخيال اللي مسموح للكاتب لما بيكون بيكتب أو بيسرد حقائق تاريخية، وإزاي بيقدر الكاتب إن هو يسيطر على المنطقة دي أو على الجزء ده، ولحد فين مسموح للخيال في رواية تاريخية أو رواية بتسرد حدث تاريخي؟ طبعا أنا ككاتبة خيالية ببدع. الإبداع هو فن وهو خيال. إنما لما بيجي بكتب تاريخ، لا، بيبقى يكون في طبعا في تقييد شوية. أنت مرتبطة وأنت محكومة بحقائق بتواريخ معينة ما ينفعش تغيري طبعا. إنما بيبقى في مساحة، بس المساحة ما بتبقاش واسعة قوي، مساحة قليلة بتقدري إن أنت تمارسي فيها دوري ككاتبة، كتخيل. يعني روايتي آخر أيام الباشا هي عن محمد علي باشا،
عن الوجه الآخر أو الجانب الآخر من شخصيته المتخيلة بالنسبة لي، بس فيها جانب كبير من حقيقة الباشا اللي يمكن محدش كتير كتب عنها أو الكتب وضحتها. دايما بنعرف أن محمد علي باشا هو رجل قاسي، هو رجل ظالم، هو هو، إنما في الرواية آخر أيام الباشا أنا قدمت وجه مختلف شوية، مش تزييف يعني، أنا استعنت برضو بأبحاث وبوثائق وبأدلة ومؤرخين كتبوا عنه، كتبوا عن الوجه الآخر لمحمد علي باشا واللي ما ظهر لناش قوي يعني. فانشي لا انشي في الكتابة التاريخية انشي محكومة مقيدة. بالضبط. طيب نتكلم شوية عن الشباب وازاي من وجهة نظر حضرتك الكاتبة شايفة انه الشباب مهم ان احنا نبتدي نجذبهم للكتابة التاريخية، للكتابة اللي ليها علاقة بتاريخ بلده، حقائق في تاريخ بلده، التفاصيل اللي زي كده ليها علاقة بالهوية المصرية بشكل عام. الادب له دور كبير قوي في كده. الادب يعني في هذه المرحله اللي احنا نعيشها بقى الاعتماد على الادب ان احنا نحصل منه على معلومات، ما بقاش حاجه مش مثلا مش مظبوطه او احنا ليه نعمل كده طالما في كتب اكاديميه، لا، لان الادب بقى بيفتح مجالات كتيره قوي. واعتقد ان الشباب دلوقتي لما احنا يعني مثلا انا في هذه الروايه لما كتبت عن وجوه الفيوم، هي وجوه الفيوم غير معروفة غير معلومة بالرغم من أهميتها وشهرتها عالميا. يعني هي موجودة في جميع متاحف العالم وفي اهتمام كبير قوي بيها، فلما كتبت عنها في هذه الرواية ابتدوا القراء يبحثوا ويقروا عنها ويسافروا للفيوم يشوفوا في هناك معروض، المتحف المصري اللي في التحرير في وجه معروض، المتحف اللي في اسكندرية في برضو، فابتدوا ان هو يبحثوا اكتر يقروا اكتر. واعتقد هو ده دور الروائي ودور الادب. جميل، شدني جدا الغلاف، شدتني قوي البنت اللي حضرتك حطها على الغلاف. كلميني شويه عن اختيارك للغلاف بالمشاركه طبعا اكيد مع دار النشر اللي حضرتك عملتي معاه. الغلاف هو الوجه من وجوه الفيوم، ولقيت ان الوجه ده ممكن يكون هو اقرب للبطله، اقرب لملامح البطله. طبعا انا كنت ببحث في الوجوه دي وكتبت عنها كتير، فالوجه ده بالذات يعني هو وجوه الفيوم دايما بتندرج تحت مدرسه اسمها مدرسه وجوه الفيوم، لان الوجوه قد ايه متشابهه وقد ايه شبه بعض. فالوجه ده كان فيه حاجه مختلفه شويه، حاجه ممكن تشد المتلقي اكتر من بقيه الوجوه. المراه نفسها بتوحي بالغموض، فهو عشان كده أنا اخترته عشان يعبر عن بطلة الرواية. جميل، أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة أستاذة رشا، نورتينا ومبروك مرة تانية على الجاي. مرسي، متشكرة قوي، أنا كمان سعيدة بوجودي هنا. مرسي، نورتينا. بكده بنكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا النهاردة. بشكر طبعا ضيفتي اللي نورتنا النهاردة الكاتبة الأستاذة رشا عدلي، وبهنيها على فوزها بالجائزة. وكان معاكم رانيا السيد، اتكلمنا النهاردة عن تفاصيل كتير، اتكلمنا عن رواية، وبشكركم على حسن المتابعة. كان معاكم رانيا السيد، شكرا.